السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأربعاء تخصيص قروض ميسرة للعراقيين العائدين من الخارج ضمن برامج صندوق الإقراض للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل. وقال مدير قسم القروض في الوزارة حسن جليل: استنادا إلى قرار صندوق الإقراض التابع للوزارة، تم تخصيص قروض المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل للعراقيين العائدين من دول المهجر بعد أن يتم تأهيلهم وزجهم في دورات تدريبية وتسجيلهم بشكل أصولي في بيانات الوزارة وتدقيق أسمائهم بياناتهم مع شبكة الحماية ودوائر الدولة. وأضاف جليل في حديث صحيفة الصباح الرسمية إن قيمة القرض تبلغ 20 مليون دينار تسدد على شكل أقساط، ويتم تسديد الدفعة الأولى بعد 12 شهرا من تاريخ تسلم القرض.